دي اكشن نيوز انترناشونال. سلوى أكثر خبرية غريبة وطريفة بنفس الوقت لهالأسبوع، وبتحكي عن أفعى لقوا على متن سيارة هبطت بمطار جلاسكو. والظاهر إنها بتنتمي لنوع أفاعي موجود بأمريكا اللاتينية وبالتحديد بكانكون، والظاهر إنه هالأفعى كانت على أحد الأمتعة يلي حملوها الركاب من كانكون وقدروا يدخلوها بقلب علبة، مع إنه طول هالأفعى 18 إنش. وبعرف الركاب شو عملوا بهالحالة، الرفق بالحيوانات بجلاسكو. اما انتم فصرتوا تعرفوا شو لازم تعملوا اول ما تطلعوا بسيارة، خاصة اذا كنتوا جايين من كانكون. هذا كان خبرنا لهلا، انا برجع بشوفكم بعد شوي.